كان كثير سهل انه اوصل على المكان ووصلكم الصوت والصورة من خلال الفيديو، بس اللي كان مستحيل انه يكون فيني وصلكم جزء كثير مهم اللي هو الريحة اللي بتشمها لما بتوصل على مثل هذا المكان. هي ريحة الدم المحروق، ريحة الخضرة المحروقة، ريحة الأشلاء، ريحة البارود، ريحة القهر والألم لخمسين سنة ترسخ بذاكرتي، وكل ما مرقت من هذا المحل بشم ذات الريحة. ما في وسائل اعلام في سوريا، ما في وسائل اعلام حره، لهيك كان المفروض يكون في ناشط صحفي يغطي هاي المظاهرات ويوصل الصوت لبرا. في كفران بيل كنت انا الناشط الصحفي بهاتف نوكيا 6700 سلايد، وثقت معظم المظاهرات ومعظم انتهاكات النظام. ولانه كمان ما في وسائل اعلام حره، لهيك كان لازم نكتب مطالبنا على لافتات، على بوسترات، بكل اللغات كتبنا لافتات ونشرناها. طيب الهدف والرؤية تبع المنظمية اللي هو الوصول إلى دولة مدنية، دولة العدالة والمساواة اللي بتمنح وبتكفل حقوق مواطنيها مهما اختلفت انتماءاتهم الطائفية والعرقية. نحن هلق عم نبني وطن، انه عم نغير التاريخ. نحن عم نغير تاريخ منطقة. بدنا نوصل لشيء عظيم، نتيجنا عظيمة، لابد إذا بدها تكون النتيجة عظيمة ما يكون التضحيات عظيمة، لا يمكن من تضحيات صغيرة توصل لنتائج عظيمة.